طال المشهد اليوم كثيراً عما كان عليه قبل أسبوعين أو ثلاثة. الطمأنينة تكتشف طريقها نحو الجمهوريين والقلق أو ربما الذعر باتجاه الديمقراطيين. صحيفة ذا هيل لديها طريقة مختلفة لتوقع الفائز بالرئاسة. ليست استطلاعات رأي مباشرة، ولكن وضعت مجموعة من العوامل والقضايا ومنحت كل مرشح درجات على كل قضية بناء على هذا النموذج. فرصة ترامب للفوز هي 52%، بينما تبلغ فرصة هاريس 48%. أما آخر مجموع لمتوسط الاستطلاعات من نيويورك تايمز فأشار إلى فوز ترامب في جورجيا وأريزونا بنقطتين على هاريس، فيما يظهر النموذج تقدم هاريس على ترامب بنقطة في ويسكونسن. والمرشحان متساويان بالضبط في نورث كارولينا وبنسلفانيا وميشيغان ونيفادا. لكن مع دخول الطمأنينة للحزب الأحمر ربما تسللت أيضا الثقة الزائدة. I just want to thank everybody. I think we're going to do really well. We're way up in the polls. We want to keep it that way. We want to keep it too big to rig, you know? It's too big to rig. We got to make it that way. But we're way up now and we're way up in all of the polls. لكن المشهد ربما يشابه ما حدث قبل عامين في الانتخابات النصفية عام 2022. توقع الجمهوريون ما أطلقوا عليه اسم موجة حمراء، أي سيطرة بأغلبية كبيرة على مجلسي النواب والشيوخ. لكن ما حدث كان بعيدا كل البعد عن الموجة الحمراء. احتفظ الديمقراطيون بسيطرتهم على مجلس الشيوخ بحصولهم على 51 مقعدا مقابل 49 للجمهوريين. الجمهوريون حينها فازوا بمجلس النواب لكن بأغلبية ضعيفة جدا، 222 مقعدا مقابل 213 مقعدا للديمقراطيين. هذه الأغلبية الضئيلة تسببت في أزمة للجمهوريين أكثر من الديمقراطيين، ففشلوا في انتخاب رئيس مجلس النواب من المرة الأولى بسبب خلافات حزبية، ثم بسبب خلافات أخرى أقالوا رئيسهم كيفن ماكارثي، ثم حاولوا بعد ذلك إقالة رئيسهم الجديد مايك جونسون. وللمفارقة صوت الديمقراطيون لصالح بقاء جونسون بعد أن انقلب عليه أعضاء حزبه. لم تكن موجة حمراء، كان جحيما على الحزب الأحمر. الآن الجمهوريون مجددا يعتقدون أنهم سيفوزون بكل شيء. I'm absolutely convinced. There's an energy out there right now. I'm convinced that we are going to win the White House, the Senate, and the House. And we're going to have a very aggressive agenda to get the economy going again, to help everyone. Look, everywhere I go, Jake, everybody has the same concerns. They're fed up and they're fired up about the cost of living that's unaffordable now, and the rising crime rates everywhere, and the weakness on the world stage, and the wide open border. And they know that Kamala Harris is responsible for those things. And they know that President Trump is offering alternatives.